مع دكتور ثروت الخربة. تغيير فهم الناس للدين وليس تغيير الدين، لأن الدين نفسه لا يتغير، ولكن فهم الناس للدين هو الذي يتغير وينبغي أن يتغير. قبل أن تختلط بأفهام المفسرين. أستطيع أن أقول أن هذا أهم كتاب كتب في هذا الموضوع على الإطلاق. وهذا ليس نوع من السلفية. من الذي أنتج هذا الفكر أولاً؟ الذي أنتج هذا الفكر هم أصحاب العصور الأولى، الذين كما قال الدكتور الخشتي في كتابه وفي كلمته أنه بعد أن قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم اليوم أكملت لكم دينكم، أصبح بعد ذلك كل ما جاء به المسلمون هو إنتاج بشري يقبل الرد والنقد والأخذ والتقدير أيضاً. ولكن هل يعقل أن يظل ما فكر فيه الأوائل هو الذي يحكمنا إلى الآن؟